شيطان، واخيرا وصلت لوادي الشيطان اللي قطعت كل هالمسافه بس حتى اشوف هاي المنحوتات الخلفي. المنحوتات هذه تتكون من 9 اقسام، يقال انه نحتت بالفتره ما بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي، وايضا يعتقد انه نحتت لمده 250 سنه، واني ابد ما متفاجئه بالرقم لانه الحجر كلش عالي شاهق ومنحدر كلش يعني عميق، وايضا بذاك الوقت ما كانت عندهم ادوات يعني مثل ما موجوده هسه، فشلون قدروا ينحتون هذه الفتره كلش يعني مناسبه حتى ينحتون هاي المنحوتات. التماثيل او المنحوتات تتحدث عن موضوعين، طبعا هي مقسمه لتسع اقسام، بها 11 رجل 4 نساء، طفلين وماعز جبلي ونسر روماني. طبعا هذا النسر انا من اقدر اشوفه فوق التمثال الثاني،